هي 20 سنة اصطنع بالقب صناعة. أول لما نبدأ نصنع القب ندير الغنم من الرعية، نمسح عليهن، نخليهن شوية داخل، نرجع نحلي بهن، ندخل لبن لداخل، نرجع نعمل لنا اليفح. اليفح هنا كنا نشتروا، كنا نذبحه من الأغنام، من الكسب، من العقال. الآن ارتفع الأسعار، نشتروا شراء يقمد اللبن. لو ما اشتريناش اليفح ما يصبرش القب. نخلو نعمل له الصبح اليفح، نخلي له الظهر أول تتقمد قليل، بعدين نخلي له الظهر قلبني. بعد ما نخلي له الظهر نخلي له ثاني الصبح ملحني. بعد يومين حما أعمل اليفح، خليه يومين وارجع أخرج أحمره، خارج وقد له وقيت خليه تحمر عشان ما تكون شعوبه تتقوي، تبقى الشكل حقه مليح ما تقل شعوب. نقلبه على الجهتين، نكبيه، نشله وغسلناه وعبيناهن وسرحناهن السوق. القب عدة أنواع، بعوب، بو مكبعات، بو يكون عدهن من شعوب، بو يكون عدهن نصهن يكون لبن نص بنص. صعب اليفح، اليفح لو ما بوش ما تصبرش القب، ضروري باليفح. أسعاره من 12 من 20، بعضهم أنا يبونون من 20 لـ1، يعمل ما إحنا شهر أسبوعين. بعد إحنا نحافظ عليه، نعمل له ميل، إحنا نخلو يضحين، نخلو ياباس. بلا يد بتاعنا القب يكون حظع، الشو قب يكون كثير، يكون كل يوم وقاو، كل يوم وقاو. بعد رمضان يكون الراقدات، نبيع بأيام الأعياد نبيع الحبة بـ3 بـ4، دحين تبيعنا من 2000. قبل ما نزح كنت أعمل الصبح 4 بالليل 4 قب. نزحنا لهنا الحين ما جينا هنا، رجعنا نعمل الصبح 2 بالليل 2. نقص اللبان، ما تنهن الغنم حق حنا، ما تنعل احنا بقار مع الحرب. ان شاء الله احنا نرجع بلاد احنا، ان شاء الدنيا تصبر، ان شاء تعذبنا هنا. ان شاء احنا توانيك، احنا نحدق اللي حداق التوانيك حق احنا خليناهم قزعنا.